مولانا نور محمد سلام عبد القادر جلالنا مولانا شعب حسكن لوغو دعينيي شيخ قاسم البراوي ايا لوغو قبتي بريغا مغالدة لندن يدو اي كسو قيب غلين جاليادة سوماليدة كونو لندن غارهان جاليادة براوانكا waxana inta badan siyaaradani lagu qaban jiray dalka Soomaaliya gaar ahaan halka uu sheekhu ku duugnaa ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose Sheekh Qasmi Baraawe waa nin oo ka soo tagay cilmigiisa iyo muallafaadkiisa oo meel kasta adduunka ay ka gaareen ay ka mid yihiin Malaysia iyo Singapore iyo Indonesia Moolana baada la booma شيخ قاسم البراوي يا كم بدها مشايق ذا ووين الصومالي ذا عنك كوا علمي الدين تاي سقو ضد كبر جري دين تاي سلمر كان كم بدها علوم دي سيدات كأوفا فينجرتي برشاد الدين تينا شريف جيلاني مولانا ايا كورمي تاريخ ذا الشيقة شيخ قاسم البراوي قفل يقان ولو مبانا ما انتنا نرهنو يو اها كمو اها يا واي شيخ قاسم البراوي وكم ذا مشايخ ذا واوين صوماليا مشايخ ذا ومشهورين تاو وقاد امقا عديرا صوماليا ايو شرق افريقيا أفريقيا بل العالم الإسلامي يدون كمسلم كوردنبا شقاسم وحوها ننكس يعني تراث أما علمي إيسا يو وحتركي سو أتري دينتا فافنتي سا يو قادرية طريقة قادرية صوماليا يو ملكة لبا أيو دول وين كعياري أيا لغو يقاننا أما لو يقالنا شقاسم وحيالة بدن وكتهي محان كده علمي الدين تفسير القرآن حديث وحيالة كده لقو حسوسته وحاكم إذا كتاب كاس عن هذا وطو أولا إذا مجموعة قصائد وحاكجرة مؤلفات أو سوساري شيخ ويسو ابن محمد القادري شيخ صوفي إيو شيخ عبد الشيخ صوفي مولانا عبد الرحمن صوفي يا شيخ عبد الرحمن بن احمد الزيلاع القادري مؤلفات كودي وردن قصائد كودي وردن مشايخ لا سوى وين شيخ قاسم وحكو سمايي واحنا يرادو تخميس اما تربيع اما تثليف مغالدة لندن ايا سيدان وكلا السند والبالا وقبتا قار كم اذا قبن قابيا شايا ورمي سيارة السند والبايا قبتان زيارة والله وحنو أركا رياض وحنو وحقو يعني شعوت أنك إيمانته وحن أركي يعني دد بدن وماشي ما أركلو أي كفر حين زيارة دان حتى برا والوسا مينا زيارة دان لكن إبراهيم باف هدان كل شيء وزيارة دان مانتا لغقا هذه ماشي معنا الاسكوية مد ماشي رون أخانتي ووح عجيب 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 زيارة شيخ قاسم البراوي سنة دول بوحان كوكبنا هل كان لندن بششن يتبن كذا دور ميلو دا يان كوكبني مساجد يو يهولك لدوان sanad kaan ayaa ugu horeeyay inaan halkan ku qabano numa function sidan oo kale ayay sanad walba u xusan shiiqan oo lagu magacaabo Sheikh Qasim Al-Baraawi oo isagu geeriyooday 80 sano ka hor waxana uu ku duugan yahay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose laakiin shiiqani waxa uu kamid yahay shiiqdii ay xarakada Al-Shabaab qabuurahooda ay dhulka ku dareen Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London